بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنربت أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جار الشيمة داداوي أهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة سعادة الرئيس السيد محمود الحياري، رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء في الأردن، وأيضا نائب الأمين العام للاتحاد المهني، وأيضا ممثل المنطقة العربية في الاتحاد الدولي للبناء في مدينة جنيف سويسرا. سعادة الرئيس السيد محمود الحياري، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بكم. مرحبا. نعم سيد محمود، وسعادة الرئيس السيد محمود الحياري، احنا عارفين عارف السادة المشاهدين اكثر، وانت اشهر من تعرف في كرئيس للنقابة العامة، حابين نعرف السادة المشاهدين من هو السيد محمود الحياري. اشكرك، بشرفني ذلك. وانا الحقيقة رئيسا للنقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن. نعم. منذ عام 1998 احنا النقابة العامة للعاملين في البناء تعتمد على الأسلوب الديمقراطي. لدينا اكثر من 15 لجنة نقابية، وهذه اللجنة اللجان النقابية يكون لها اجتماع وانتخابات، ومن خلال ذلك يتم انتخاب اعضاء مجلس إدارة النقابة وكذلك انتخاب رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن. نعم سعادة الرئيس سيد محمود الحياري، تحدثنا عن تأسيس هذه النقابة، متى تأسس؟ بكل فخر واعتزاز أسس هذه النقابة أشخاص ندين لهم بالحب والتقدير. تأسست هذه النقابة في سنة 1954. نعم. كانت في الأراضينا العربية في فلسطين، وانتقلت إلى عمان في عام 1954 وبدأت عملها كنقابة عامة للعاملين في البناء بالأردن. نعم. سعادة الرئيس سيد محمود الحياري، أيضا حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر عن آلية عمل هذه النقابة العامة. النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن، هذه النقابة تتحمل مسؤولية رعاية شؤون عمال قطاع الإنشاءات والبناء في المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. ومن أهم النقاط اللي إحنا بنركز عليها اللي هو الأمن والاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في هذا القطاع، وكذلك رفع سوية إخواننا العمال من الناحية التثقيفية ومن ناحية السلام والصحة المهنية. تعريفهم بحقوقهم بقانون العمل العمال الأردني، تعريفهم بحقوقهم بالضمان الاجتماعي، ما لهم وما عليهم من واجبات، وبالتالي برضو بنفس اللحظة تقديم الخدمة ورعاية مصالحهم، وخاصة في الشركات الكبرى. يعني احنا عندنا قطاعين، القطاع المنظم والقطاع الغير منظم. القطاع المنظم اللي يكون الشركات والمؤسسات، والقطاع الغير منظم العاملين بمواقع العمل في الورش اللي متقلبين، يعني مرة بالورشة هاي ومرة في الورشة هذه. فهذول إخواننا العمال برضو لهم رعاية خاصة منا ولهم اهتمام. وكذلك نعنى بشؤون العمال المهاجرين والوافدين. نعم. نأخذهم من ناحية إنسانية، بنهتم في أمورهم في قضاياهم في كل شيء بهم إخواننا العمال المهاجرين. نعم. وبالتالي يعني هذا واجب إنساني علينا. الأردن هذا الدولة المضيافة، يعني النقابة جزء من هذا الوطن الكبير الجميل اللي بيرعى كل من يدخل هذه الأراضي الأردنية ويهتم بهم. نعم. احنا بنشكر جهودكم سعادة الرئيس سيد محمود الحياري لهذا العطاء لأردننا الغالي، وأيضا لهذا أيضا لنقابة للنقابة العامة، وأيضا للموظفين والعاملين فيها. سعادة الرئيس سيد محمود الحياري، نتحدثنا الآن عن طموحات النقابة العامة وأيضا أهداف هذه النقابة. بالحقيقة خلينا نحكي أولا بالأهداف. أهداف هذه النقابة هي رعاية شؤون عمالها. نعم. وفي ظل العولمة والخصخصة وما مر على هذا الوطن من قضايا اقتصادية واجتماعية، وهناك كانت الخصخصة، الهدف الأساسي إن هي حماية حقوق عمالنا ومكتسباتهم. نعم. والمحافظة عليها.
الهدف من النقابة خلق قيادات نقابية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم في جميع المواقع. النقابة ليست فقط هي مركزية بالنقابة العامة، لا، النقابة عندنا بتكون من فروع ولجان، وهذه اللجان كل موقع عمل في لجنة نقابية تقوم بإدارة النقابة، ولكن ارتباطها في النقابة العامة للعاملين في البناء تقوم على خدمة زملائنا العمال. هدفنا الأول والأخير هو الأمن والاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العمال. يعني إحنا بشكل عام مع على سبيل المثال في القطاع المنظم استطعنا أن نحقق أشياء كبيرة جدا وكثيرة في معظم، نعم، يعني حققنا 13، 14، 15، 16 والتأمين الصحي لجميع أفراد العائلة والتأمين الصحي لما بعد التقاعد. ولكن هذا في الوقت الحاضر نعمل في القطاع الغير منظم على تحسين الأجر للموظف، الحد الأدنى للأجور نعمل على تحسينه. اثنين، يعني كنا من المشاركين في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، وبما يخص حقوق العمال والمحافظة على حقوقهم، وهون يعني أنا بهيب بكل إخواني العمال حتى إنه هذا الضمان الاجتماعي يجب كل على كل عامل أردني بدعي في قطاع البناء والإنشاءات سواء كان في القطاع المنظم أو الغير منظم. طبعا المنظم إجباري أن يكون في ضمان، ولكن القطاع الغير منظم بطلب منه أنه يشارك في الضمان الاجتماعي لأنه هذا في أمن له ولعائلته. وبالتالي كمان نفس الشيء بنأكد لأخواننا وزملائنا العمال على حقوقهم وواجباتهم بقانون عمل العمال الأردني. الكثير من أخواننا العمال بيراجعونا ما بيعرفوا شو الحقوق والواجبات اللي لهم خاصة في القطاع الغير منظم. يعمل لدى بعض المقاولين، بعض المتعهدين، بعض الأشخاص، بعض الأفراد في المجتمع بيعمل عنده، ومرات كثيرة يحصل سوء فهم بيناتهم. النقابة هي على أتم استعداد للمحافظة على الحقوق ومكتسباتهم، حتى وصلت فينا أنه رفعنا قضايا ودافعنا عن حقوقنا عمالنا سواء كانوا في القطاع المنظم أو القطاع الغير منظم. نعم. سعادة الرئيس السيد محمود الحياري، ما هو المقصود بالقطاع الغير منظم؟ القطاع الغير منظم أنت تجد بعمان مجموعة من أخواننا وزملائنا العمال بينتظروا صباحا أمام مواقع معينة حتى يجي المقاول يأخذهم يشغلهم معه، أو أي واحد بحاجة لشخص من قطاع البناء والإنشاءات سواء كان بيعمل في البناء أو القصارة أو الطراشة أو الدهان أو بأي أعمال، نعم، الأعمال الحرة. وبالتالي هذا قطاع غير منظم لأنه يعني الكل شخص، نعم، مش منتسب لشيء، وهذا الشخص متنقل. يعني ممكن اليوم يشتغل في عمان، ثاني يوم بالزرقاء، ثالث يوم بإربد، أو ممكن اليوم يشتغل في الموقع هذا، ثاني يوم موقع آخر، عكس الموظف اللي في القطاع المنظم اللي بيعرف أنه رايح على مؤسسة أو على مكان عمل في واضح وين مكان عمل اللي بيعمل فيه. وهذا الفرق ما بين القطاع المنظم والقطاع الغير منظم. أما عندنا سيان، يعني هم سواء كان زملائي في القطاع المنظم والغير منظم اهتمامنا واحد فيهم. كلام جميل سعادة الرئيس السيد محمود الحياري. تحدثنا الآن عن الأهداف، والآن حابين نتحدث عن طموح هذه النقابة العامة والرؤية المستقبلية. بالحقيقة احنا طموحنا أن يتعدل الحد الأدنى للأجور، أن يتم تعديل قانون العمل والعمال الأردني ليتواكب مع العصر. قانون عمل العمال الأردني فيه كثير مواد جائرة تعتدي على حقوق العمال حقيقة، وليس الهدف كان أنه مقصود من الاعتداء، ولكن في ظل بعض الشركات التي تتغول على العمال وتهضم حق العمال، نطالب بتشريعات جديدة، نطالب مجلس النواب الأردني، نطالب الحكومة الأردنية بعمل تشريعات تحمي حقوق العمال. يعني كثير من الشركات الأجنبية اللي دخلت الأردن الآن بدأت تغلق مواقعها، بدأت تسكر هذه المواقع. المنافسة اللي غير عادلة اللي موجودة ما بين الصناعة المحلية في قطاع البناء والإنشاءات والمستورد من الخارج، كل هذه يعني قدامنا عقبات قاعدين بنحاول على إيجاد حلول إلها. نعمل على إيجاد تأمين صحي شامل لأخواننا العمال وخاصة في القطاع الغير منظم، وبنبحث مع بعض شركات تأمين لإيجاد صيغة تفاهم وبحيث أنه يستطيع العامل تغطية الانتساب لهذه الجهات أو الصناديق التأمين الصحي.
نعم جميل. إن شاء الله دائما سعادة الرئيس سيد محمود الحياري للتقدم للأمام في هذه النقابة العامة. سعادة الرئيس سيد محمود الحياري، الآن نتجه إلى الشعبية للرئيس والسيد محمود الحياري، أكيد ما إجت من فراغ، من أين جاءت هذه الشعبية سعادة الرئيس سيد محمود الحياري؟ بالحقيقة أنا بشرفني كمواطن أردني وأعتز وأفتخر بهذا الوطن وبقيادة هذا الوطن. أنا أعمل بالعمل الاجتماعي منذ فترة طويلة جدا ولله الحمد، وأعمل في أكثر من جمعية وعضو في أكثر من جمعية، وتشرفت أن أكون عضو مجلس إدارة في العديد من المؤسسات الكبرى. نعم. وما زلت في العديد من المؤسسات في هذا، وبالتالي العلاقة التي تربطنا بيننا وبين أخواننا وأهلنا وعمالنا في الأردن يجب أن تكون مبنية على الحب والاحترام المتبادل. يعني هذا شيء أخذناه من قيادتنا الهاشمية، من حبها لشعبها. أكيد. وبالتالي نحن نحاول نقلد ونكون مع أخواننا العمال في خدمتهم في احترامنا لهم. أنا بكل فخر واعتزاز بعتز بفتخر بأنه يعني الثقة اللي بحصل عليها من زملائي من خلال انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة. وبالتالي هذه الانتخابات لما تفرزني كرئيس للنقابة العامة يكون علي واجب كبير جدا باتجاه عمالي اللي حبوني وعطوني واحترموني، وبالتالي اني ابادلهم الود بالود والوفاء بالوفاء والاخلاص بالاخلاص، وان شاء الله احنا وياهم على الدرب سائرين في الى الوصول الى تحقيق اهدافنا لما في مصلحة العمال بشكل عام ومصلحة الحركة العمالية الأردنية بجميع فئاتها. كل من يعمل في هذه الحركة نتمنى له التوفيق والنجاح، وإيدنا ممدودة لكل أخواننا في الحركة العمالية من أجل النهوض بعمال هذا الوطن وتدريبهم ورفع سويتهم. يعني أنا تشرفت بإني أكون أحد أعضاء مجالس إدارات التدريب، وبالتالي أنا فخور جدا لما بيكون هناك دورات تدريبية وتدرب العديد بالآلاف من عمالنا في هذه المؤسسات، وما زالت هذه المؤسسات تعمل على تدريب العمال وخلق عمال أردنيين أكفاء قادرين على خدمة وطنهم، قادرين على أنهم يعملوا إحلال لأخواننا في العمال الوافدة. وأنا من هون بدعيهم، وإحنا مستعدين أي أخ أي زميل أي عامل برغب بالتدريب وبده التدريب في أي مؤسسة، إحنا لنا علاقات خاصة ومميزة مع مؤسسات التدريب، سواء كانت الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل وسواء كانت مؤسسة التدريب المهني والعديد من المؤسسات التي تعنى بالتدريب، ولنا علاقات دولية على مستوى دولي وعالمي، وهو الاتحاد الدولي اللي بضم أكثر من 12 مليون و500 ألف عامل. وبيشرفني أني أكون ممثل المنطقة العربية في هذا الاتحاد اللي مقره جنيف، واللي بتعاون معنا في تدريب عمالنا وتثقيفهم وزيادة وعيهم، وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في دورات التدريبية اللي بيعقدها من أجل رفع سوية عمالنا. فبالتالي يعني إحنا هذا شيء يعني كثير نعتز فيه ونفتخر. أكيد أكيد أكيد. نتجه الآن سيد محمود رئيس هذه النقابة سيد محمود الحياري لجانب المشكلات والمعوقات والعقبات، هل تواجهون أي مشكلات ومعوقات وعقبات في داخل النقابة سيدي؟ الحقيقة ليست عقبات بمعنى عقبات، ولكن كل مشاكلنا هي موجودة الآن في قانون العمل العمال الأردني. كل مشاكلنا موجودة في تقديم خدمات لعمالنا. في عندنا مشاكل مع شركات، في عندنا شركات بالأردن تتغول على العمال وعلى الحركة العمالية الأردنية تحت مسميات واهية، إنه هذا مستثمر، وبعد فترة إذا النقابة حكت معه أي كلمة أو تعاملت معه بمحافظة على حقوق العمال إنه هذا المستثمر سوف يترك هذا الوطن. هذا الوطن سوف يبقى صامد وقوي، وليس لا أي إنسان عليه سلطة أو سلطان. هذا الوطن بيقدم خدمات لأي مستثمر أردني، نحن نحترم المستثمر الأردني ومستعدين للتعامل معه، ولكن ولا لا يتغول على عمالنا ولا يأكل حقوق عمالنا. احنا بنلاحظ في الفترة الأخيرة انه في هناك بعض الشركات تحت أسماء انه نحن لنا علاقات خاصة ونحن نستطيع ان نعمل، ولا لا احنا في وطننا جلالة الملك قال ارفع راسك انت اردني. وبالتالي بقول لكل الشركات التي تتغول على الاردنيين، نحن اردنيين وسوف نبقى رافعين الراس، ونحن قادرين
على مقارعتهم من أجل مصلحة هذا الوطن ومن أجل مصلحة أبناء هذا الوطن وعمال هذا الوطن، ونطالبهم ونمد أيدينا إلى أيديهم حتى نستطيع أن نخدم عمال هذا الوطن ونخدم هذه الشركات ونتمنى لها التقدم والازدهار، ولكن ليس على حساب العامل الأردني أو المواطن الأردني تحت أي ظرف من الظروف. وعندنا شواهد كثيرة يعني لا مجال ذكرها، في شركات تخصخصت بيعت إلها بثمن بخس اليوم أصبحت بالمليارات، وبالتالي هذا لم ينط العامل الأردني حقه وهضم حق العامل الأردني، ويحاول جادا في اتصالات أو في بعض العلاقات مع مسؤولين أردنيين أنه يجد لنفسه مكان. لا، نحن أكبر من ذلك. أكيد. نحن طالما جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين موجود في هذا الوطن وفوق رؤوسنا سوف نبقى أشداء وأقوياء وقادرين على وضع حد لأي شركة تتغول على عمال الأردن. وأطالب مجلس الوزراء الموقر وأخواني في المجلس التشريعي أن يعيدوا النظر في جميع القوانين التشريعية وبما يخص الضمان الاجتماعي وقانون العمل عمال الأردني لكي نحمي عمال هذا الوطن، لكي نستطيع خلق جيل من شبابنا الأردني قادر أن يحمل هموم هذا الوطن على أكتافه وأن ينهض. والمثل رحمة الله عليه وصف التل لما تكلم وقال لا يحرث الأرض إلا عجولها، وبالتالي إحنا كأردنيين مطلوب من كل أبنائي ومن كل إخواني من كل زملاء العمال أن نبني هذا الوطن يد بيد حتى ننهض فيه ويكون في مصاف الدول المتقدمة في العالم بكل شيء في هذا الوطن. نعم، بضم صوتي إلى صوتك سعادة الرئيس السيد محمود الحياري، الله يديم نعمة الأمن والأمان دائما في كل البلاد العربية بشكل عام. سعادة الرئيس السيد محمود الحياري، القطاع المنظم، هل يوجد بعض الشركات أو المستثمرين تعاون مع النقابة بشكل عام؟ بالحقيقة في شركات وفي مستثمرين متعاونين، ما بنقدر ننكر ذلك، ولكن بعض الشركات ومؤسسات كبرى تحاول الآن التغول على عمال أردنيين، ونحن لهم بالمرصاد، لن يستطيعوا. وعبر الشاشة، وعبر شاشة جوسات، الكل بيعتز في جوسات وفي هذه الشاشة الجريئة التي تستطيع أن توصل كلمة الحق لكل الشعب الأردني، لن تستطيعوا، وأؤكد لكم لن تستطيعوا التغول على أي عامل أردني. نحن لكم موجودون هنا ليس لمحاربتكم، لا، بس لوقفكم بالاعتداء على حقوق عمال هذا الوطن أو المساس بحقوق العمال أو بأمنهم أو باستقرارهم أو بهضم أي حق من حقوق هذا العمال. وبالتالي أنا أتمنى أن تكون هذه الشركات تسمعنا في هذه اللحظة وتعرف أنه النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن هذه النقابة اللي استطاعت تحقق إنجازات عظيمة جدا واستطاعت أن تضم جميع فئات قطاع الإنشاءات والبناء في المملكة، قادرة على كل شيء. كلام جميل سيد محمود، سعادة الرئيس سيد محمود الحياري. سيدي، قبل نهاية هذه الفقرة الجميلة وأيضا قبل نهاية هذا البرنامج، برنامج إنجازات وطنية، احنا بنقول الأردن حديقة داخل حريقة، شايفين الظروف حوالينا، والله يديم هالمحبة ونعمة الأمن والأمان في بلدنا الأردن الغالي، والله يديم الملك عبد الله فوق روسنا. لو قدر لك أنت قبلت مع جلالة الملك سعادة الرئيس السيد محمود الحياري مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة وأيضا في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والعربية، ماذا ستقول له سعادة الرئيس السيد محمود الحياري؟ أولا يعني بيشرفني أني تقابلت مع جلالة الملك، أخ وأب الأردنيين جميعا، الإنسان الملك، الإنسان الملك الرائع، الملك المتواضع، الملك اللي كل أبناء الشعب الأردني تجد صغارا وكبارا عندما ترى صورة جلالة الملك تنظر إليه بنظرة خاصة من الحب والعطف والحنان لأب كبير يرعى ليل نهار يجوب سقاع العالم كله من أجل تأمين الأمن والاستقرار الوظيفي لهذا الوطن، من أجل خلق جيش عربي نعتز ونفتخر فيه، من خلق قوات أمنية مفخرة للأردن عندما تغادر هذا الوطن وتسمع ماذا يقال عن الأردن تكون فخور، تكون يعني أنت بعز النشوة والفخر والاعتزاز أن تكون هذا القيادة. هذه القيادة اللي استطاعت
في ظل التخبط العربي الموجود وما يسمى بالربيع العربي، كيف استطاعت هذه القيادة أن تحمي شعبها وأبنائها من أي شيء وتستوعب؟ واستطاع يعني بكل كرم لجلالة الملك أن يعيد النظر بالدستور الأردني. نادرا لا أن تجد قائد يستطيع بكل قوة أن يتكلم أمام شعبه أمام أبنائه بأنه هو مع تغيير الدستور، هو مع تغيير الأنظمة، هو مع تغيير كل شيء لصالح هذا الوطن وأبناء هذا الوطن. وبالتالي أنا بقدم لجلالة الملك تهنئة بالأيام هذه الكريمة اللي مرت علينا بمعركة الكرامة وعيد الجيش وكل مناسباتنا الوطنية اللي نعتز ونفتخر فيها. فهذا قائدنا وهذا أخ وأب لكل الأردنيين، ونبادله الحب بالحب والوفاء بالوفاء، ونطلب من الله العلي القدير أن يحفظه وأن يمتعه بالصحة والعافية كي يبقى الأردن قويا منيعا. أيضا مرة أخرى سعادة الرئيس، إحنا نقول آمين يا رب العالمين، وأنت رجل من أعمدة هذا الوطن، وأيضا رئيس للنقابة العامة السيد محمود الحياري. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الرئيس السيد محمود الحياري، رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء في الأردن، وأيضا نائب الأمين العام للاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب العرب، وأيضا ممثل المنطقة العربية في الاتحاد الدولي للبناء في مدينة جنيف سويسرا. سعادة الرئيس السيد محمود الحياري، شكرا جزيلا وأمتم مساء سيدي. شكرا لك وشكرا لجوسات على كل الجهود اللي بتبذلوها من أجل العام والعمال الأردنيين. أشكرك شكرا، بارك الله فيك. وأيضا سنقوم بجولة بكاميرا إنجازات وطنية لنظهر أبرز الصور والشهادات الموجودة داخل هذه الغرفة. أشكرك بارك الله فيك. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرق.